هينطلب منك تقيس الترخيم بالتوتال ستيشن. ايه هو الترخيم وازاي تقيسه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الرحمن في درس النهارده. السلام عليكم، الاخبار معكم باسم سعيد، والنهارده هنبقى نتكلم عن فنيه للعمل بجهاز التوتال ستيشن. زي كل الفنيات اللي بنتكلم فيها في سلسله تعلم التوتال ستيشن هتلاقي في علامه الاي دلوقتي. لو مش عارف كده ادخل على السلسله هتلاقي فيها اكتر من 80 درس لتعلم فنيه التوتال ستيشن. طب نكمل دلوقتي ونقول لك هناخد ايه في درس النهارده. بس الاول ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات لكل اول عشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده. وبجمله الكلام ما تنساش تسال عن الكورسات المتاحه عندنا باذن الرحمن، اهمهم الكورس الشامل ان شاء الله. هتلاقي اللينك التواصل في الديسكريبشن واتساب، دوس عليه عشان تعمل اختبار وتشوف مستواك عامل ازاي او تحجز على طول. دلوقتي عايزين نقول لك الاول يعني ايه ترخيم. ترخيم بمعنى ان حضرتك تأثير الجاذبية في شد بحر طويل ما بين نقطتين. تقول لي ايه الكلام الكبير ده؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك لو جينا قلنا دلوقتي ان عندي البحر ده متر مثلا، تمام؟ طيب عايزين نمسكها كده مسكة حلوة اهي. دلوقتي هو مشدود. طيب انا دلوقتي لو جيت سبته شايف بيدلي ازاي؟ بيرخم، دي اسمها بيرخم، بيدلي. طب لما يدلي ايه اللي هيحصل؟ الموضوع مش هيبقى مستقيم، بدل ما الميل يبقى منتظم الميل هيبقى مكرش كده اهو. فده عايز يتقاس. الناس بتشوف الموضوع ده يقول لك والله احنا عايزين نقيس، احنا عايزين نعرف هل ده موجود بالفعل، وخصوصا في اعمال التركيبات، الكمرات المعدنيه، اعمال كمرات الخرسانات اللي بتكون في الكباري ما بين البريدجات والكراسي. فيجي حد يقول له عايزين نقيس الترخيم، نقيسه ازاي؟ هنا هنفترض ان في كاميرا قدامنا، تمام؟ فيها بدايه وليها نهايه وفي نقطه في النص عايزين ناخد عليها الترخيم، او من غير نقطه، اي نقطه هناخد عليها، تمام؟ فهنيجي هنا دلوقتي ونبص نشوف، ادي اول الكاميرا، اول الكاميرا النقطه الاولى، تمام؟ وعندنا النقطه الثانيه، اذا دي النهايه، تمام؟ يبقى انا كده عندي الكاميرا بتمتد بشكل مستقيم المفروض ما بين النقطه دي للنقطه دي بميل. طيب انا عايز اتاكد ان الميل ده مظبوط وما فيهوش الترخيم اللي قلنا عليه، ما فيش كرش للكاميرا من تحت بسبب عامل ايه؟ الجاذبيه الارضيه اثناء الصب مثلا او اثناء التركيب. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ في برنامج كنا بنشتغل عليه اسمه ايه؟ برنامج سيت اوت لاين. طب برنامج السيت اوت لاين كان فيه شقين لو انت فاكرينه، شق للبوينت وشق لللاين. هتلاقوا برضو الكلام ده كله في علامه الاي دلوقتي، سلسله كامله للست اوت لاين، برنامج مهم جدا عشان تطبيقاته كتير زي ما انت شايف. طيب هندخل عليه دلوقتي من غير كلام كتير بقى. هنبدا ندخل على منيو. بعد منيو هتبدا تدوس تدور على ست اوت لاين. هتقول لي ده انا عايز اربط. هقول لك لا مش لازم تربط، احنا عمالين ندور عليه على اس او لاين. بعد كده ديفاين بيز لاين. هنبقى داخلين عليه هيقول لك والله هات النقطه الاولى اهو، هنروح على النقطه الاولى. انا طبعا ايه شغلنا الليزر عشان ما ايه ما نغطلكوش على الشاشه، ماشي. عرفنا النقطه الاولى بالرصد، انت هنا مش محتاج تربط، عرف النقطه الاولى بالرصد اللي هي قاع الكمر، بطنيه الكمر. بعد كده تدوس اوكي. بعد كده نرجع الناحيه الثانيه على اخر الكاميرا، هنبدا نربط حركاتي، نمشي شويه ايوه. بعد كده ميجر عظيم، هيقول لي اوكي. طبعا طول الخط هنا تعرفه برضو عشان تشوف الموضوع ماشي معاك ازاي لو احتاجت تطول الكاميرا بعد كده، وادوس اوكي. هيطلعك على برنامجين، بوينت برنامج الرفع، برنامج التوقيع عفوا، ولاين برنامج الرفع. انا عايز ارفع، عايز اخد معلومات من الطبيعه، عايز اعرف المقاس ده ايه. طب اعمله، يلا ادخل عليه انتر. هنروح في المكان في قاع القمر الكاميرا من النص، او القاع بتاعها من النص زي ما بيقولوا عندنا بالبلدي كده، القاع القاع بتاعه او البوتون تحت الكاميرا من النص، وهرصد عليه. طبعا تركز ان فيه اوفست هنا مش عايزه، ده ملوش لازمه لان ده على المستوى الافقي. ارجع لسلسله شرح السيت اوت لاين هتعرف. هيقول لك ارتفاع العاكس، ما كانش فيه عاكس اصلا، شغلنا بريزم صفر وبعد كده يس. هيقول لك ايه؟ هيقول لك في ال 17 و7 ايه بقى؟ تقول لي ايه الشاشه دي؟ خدني واحده واحده. سيت اوت لاين اسم اسم البرنامج، اوف لاين دي يمين وشمال، مش محتاج يمين وشمال، انا عايز فوق وتحت، عايز المنسوب، عايز في ترخيم ولا لا. طيب في ال
يعني اردم، ونقطة تانية تبقى cut يعني اقطع. معنى كده ان الفيل الخانة التانية دي، الفيل دي هي اللي شغالة على الترخيم فوق وتحت. طب واللينس اللي تحت؟ اللينس ده طول النقطة دي من بداية من اول خط اللي انت معرفه، مش عايزينه برضه على المستوى الافقي، احنا عايزين الرأسي. طيب هي بيقول لك ايه عن النقطة دي؟ النقطة دي تعال 17 سنتي و7 من 10 فيل، يعني اردم 17 سنتي. طب هي فين النقطة دي؟ تعال نشوف اهو. اهو جينا دلوقتي، المفروض الخط الواصل ما بين النقطة دي والنقطة دي تمام؟ يبقى وهمي معدي من هنا، شايف انت الليزر فين؟ انا متعمد ان انا اوطيه عشان يبان معاك، هنا يبقى في ترخيم مقداره ايه؟ تمام، في ترخيم هنا مقداره 17 سنتي و7 مللي. طب انا دلوقتي لو جيت رصدت فوق الخط ده هيجيب لي كات، يعني هيقول لي اقطع من الخط ده عشان اقطع من النقطة دي عشان توصل لاستقامة تامة للخط بتاعك، يعني الكاميرا تبقى الترخيم فيها صفر، تبقى صحيحة. طب تعال نجرب ده، يلا بينا. اهو هنروح دلوقتي هنا اهو ونشوف، نرجع نيجينا رجعنا سكيب واحدة، احنا رجعنا واحد سكيب للشاشة الأولانية، وبعد كده هنقوم جايين مرفعين المنظار شوية اهو فوق ده، واقول له ميجر، هيقول لي ايه؟ هيقول لي الاشارة، اقول له بصفر برضو يس. بص اللي يحصل، تحولت لايه؟ لكات، كات 36 عشان توصل للترخيم صفر، يعني الميل منتظم تماما. الموضوع ده او اللي احنا شرحناه كبرامج على القناة في دروس منفصلة مهمة جدا، لازم حضرتك تكون عارف التطبيقات بتاعته، لان العلم بتاعنا هنا ومش مجرد علم اكاديمي، هو علم مهني لاحتكاك بسوق العمل، وكل واحد بدماغه ممكن يطلب منك، انت راجل شغال بجهاز زي ده، جهاز ب 120 الف جنيه على الاقل، عايز تنتج بيه شغل، مش التوتال ما يعرفش، لا مفيش حاجه اسمها التوتال ما يعرفش، التوتال يعرف بس انت اللي ما تعرفش، دور وطور من نفسك عشان توصل ان شاء الله الرحمن لمستوى كويس. تفاصيل التفاصيل يا جماعه هتلاقوا كل ده باذن الرحمن في لينكات البلاي ليست الكامل، هتلاقوه في الديسكريبشن. وبمناسبه باذن الرحمن الفنيات، احنا عدنا لكم متجر كامل ان شاء الله في كل الادوات اللي هتحتاجها، موجود على فيسبوك بتاعنا، اللينك بتاعه برضو هتلاقيه في الديسكريبشن، لو عايز تشتري ان شاء الرحمن طواقي او نوت او ميداليات، وباذن الرحمن حاجات تانية ان شاء الله. ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.